السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض البقلاوة الجزائرية، لكن راح نحضروها بطريقة مختلفة. راح نشكلوها على شكل حربوش ونقسموه، وهذه الطريقة اللي راح نستعملوها نهار اليوم راح تساعد الناس بزاف، خاصة اللي ما يحبوش يحضروا مثلا صينية كاملة من البقلاوة، أو للناس اللي تكون أيضا القدرة الشرائية تاعهم ضعيفة ما يقدروش يحضروا كميات كبيرة من البقلاوة. هذه الطريقة إن شاء الله راح تساعدهم بزاف، لأنه راح تبقى محافظة على نفس الذوق للبقلاوة الجزائرية. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير، راح نحتاج 500 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، اللي هي 4 أكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندنا أيضا 150 غرام من السمن اللي يكون ذايب ويكون دافي، يعني السمن تاعنا ما يكونش سخون. حبة بيض، وراح نحتاج حوالي 25 غرام من الحسيلة أو القطر القليل من ماء الزهر، ونحتاج أيضا رشات من الملح. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. في الأول راح نغربل الكمية تاع الفارينة، وراح نضيف عليهم أيضا رشة من الملح. راح نحط الكمية تاع السمن. السمن تاعنا لازم يكون دافي. لاحظوا الكمية تاع السمن شحال عندنا في الكوب، يعني كوب يكون ناقص 4 هكذا. راح نضيف ايضا الحبة تاع البيض، ونضيف ايضا الكمية تاع الحسيلة، يعني عندنا حوالي ملعقة تكون معمرة. نضيف ايضا كمية من المزهر. لاحظوا معنا هنا في الوسط لما ضفت الكمية تاع المزهر، السمن تاعنا بدا يجمد، واذا جمدنا السمن يعني راح يعمل لنا تكتلات في العجين، لذلك لازم نضيف كمية من الماء، والماء تاعنا لازم يكون شوية سخون، يعني الماء ما يكونش بارد. يعني لاحظوا الكمية تاع الماء تكون سخونة. راح نبدا نخلط هذه المكونات في الاول في الوسط، ونضيف ايضا معاهم كمية من الماء. لازم العجين اللي نتحصلوا عليه يكون طري، ما يكونش متماسك هكذا. لازم نطمو كامل العجين تاعنا مليح. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تتحصلوا عليه، يعني العجين تاعكم يكون طري ما يكونش متماسك. الان راح نبدا نعجن فيها حوالي 5 دقائق فقط، راح تكون كافي. هذا القدر هكذا راه كافي. لاحظوا معنا الملمس تاع العجين تاعنا كيفاش يكون، يعني لاحظوا الملمس تاعو كيفاه يكون كامل متجانس، يعني ما كاش الحبيبات تاع السمن. الان راح نقسم العجين تاعي الى 8 قطع تكون كامل متساويه. هنا نقسم العجين تاعنا الى 8 قطع متساويه، الوزن الواحده حوالي 110 غرامات. راح نعاود نكور العجين تاعنا كما تعودنا دائما. لازم دائما نصير العجين تاعي مليح. الان راح نعاود نغطي على العجين تاعنا، وراح نخلوه جانبا يرتاح حوالي نصف ساعة إن شاء الله راح تكون كافية. بالنسبة للحشو تقدروا تحضروه بأي مكسرات تكون متوفرة عندكم، لكن اليوم إن شاء الله راح نحضره لكم بالكوكاو، لأنه كاين ناس بزاف لما يحضر الحلويات بالكوكاو اللي هو الفول السوداني يلقوا مشكل في الحلويات، ولا الحلوة تاعهم تجيهم يبسة. لذلك تعمدت اليوم نخدم بالكوكاو. راح نحتاج 300 غرام من الكوكاو أو الفول السوداني اللي لازم تكونوا مجهزينه مسبقا بنفس الطريقة اللي كنا عملناها في فيديو سابق. راح نخلي لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف، وايضا راح يظهر لكم في الدائره البيضاء اعلى الفيديو. بعد ما تجهزوه بنفس الطريقه دخلوه للفرن وتخلوه ياخذ لون اصفر خفيف فقط، ما تخلوش الكوكاو يتحمر بزاف. عندنا ايضا 150 غرام من السكر اللي هي تقريبا كوب الا الربع. نحتاج ايضا واحد صفار بيض، اللي ما عندوش صفار بيض تقدروا تستبدلوه ملعقه سمن ذايبه، قليل من القرفة، وراح نحتاج أيضا قطرات من عطر اللوز المر، وعندنا أيضا كمية من ماء الزهر للعجن. أول خطوة حنقوم بها كما تعودتوا دايما راح نعاود نطحن الكمية تاع السكر، يعني لاحظوا الكمية تاع السكر شحال عندنا في الكوب، يعني تقريبا نفس القياس مع الكوكاو اللي استعملناه. لازم تقوموا بهذه الخطوة باش تحصلوا على الحشو تاعكم يكون طري ويكون معسل لداخل. راح نحط في الاول الكميه تاع الكوكاو. لاحظوا الكميه شحال تكون عندكم في الكوب، يعني الكوب ما يكونش معمر هكذا. راح نضيف ايضا كميه من القرفه، ونضيف ايضا الكميه تاع السكر اللي نكون طحناها. راح نضيف الان صفار البيض،
ونضيف عليه أيضا قطرات من اللوز المر. بالنسبة للناس اللي حتستعمل اللوز ولا الجوز يعني تستغني على عطر اللوز المر ما تستعملوش. وراح نضيف كمية من ماء الزهر ونبدأ نطم في الحشو تاعنا. بالنسبة للناس اللي حتسألني إذا تستعمل السكر ناعم، ننصحكم أنكم ما تستعملوش السكر ناعم في الحلويات التقليدية لأنه ما راحش يمد لكم نفس القوام. يعني تحصلوا على اللون يكون شباب مثلا في الزيريات ولا في القنيدلات، تلقاو اللون شباب من الفوق، لكن الداخل الحلوة تاعكم راح تكون ناشفة وما تكونش معسلة كما نخدموها بالسكر العادي. لازم نعجنوا الحشو تاعنا بهذه الطريقة. هنا الحشو تاعنا راه تماسك، لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون. الان راح نعاود نغلفوه وراح نحطوه جانبا. بالنسبه للطريقه اللي راح نفتحوا بها العجين، نحكموا اول وحده نعملوا رشه في الاول تاع الفرينه في الاسفل وراح نبدا نفتح فيها. لاحظوا الطريقه اللي نحلوا بها العجين، يعني باه نسهلوا على نفوسنا العمليه. دائما الحله تاعنا يكون في الوسط ونخدم الاعلى والاسفل. يعني اليوم راح نفتحوا كل ورقه وحدها، ما نعملوهمش مع بعض. نعاود دائما الحله في الوسط ونجبد العجين هكذا، نعاودو ندوروه وبنفس الطريقة أيضا. دايما الحلة تكون في الوسط ونطلع العجين ونهبط. يعني كم تلاحظوا بهذه الطريقة راه ينفتح بكل سهولة. هكذا، هذا القدر هكذا راه كافي. نحطها جانبا، لازم العجين تاعكم يكون شويه طري باه يساعدكم في العمل. نعاود فقط نقلب العجين ونعاود نعطي العرض للعجين تاعنا. هذا القدر هكذا راه كافي. راح نكمل نحضر كامل الاوراق اللي عندي بهذه الطريقه ان شاء الله ونرجع لكم. هنا بعد ما نكونوا حضرنا الاوراق تاعنا كامل بهذا الشكل، راح نعاود نعمل رشه خفيفه تاع الفرينه في الاسفل. لاحظوا معنا عملنا رشه خفيفه تاع الفرينه، والان الفرينه ننزعوها ما نزيدوش نخدموا بها، وراح نخدموا الان بالمايزينا فقط هكذا. نعاود نسويها شويه فقط. لاحظوا حندير رشه خفيفه تاع المايزينا فقط، ما نكثروش بزاف هكذا. راكم تلاحظوا الكميه تاع المايزينا يعني ما عندناش بزاف. نزيد ايضا الورقه الثانيه، هذا القدر اللي عملته راه كافي، وراح نمشيه كامل على الورقه. هذه الان الورقه الثامنه والاخيره. الان راح نبدا نفتح في العجين، لكن ما راحش نستعمل الطريقه اللي متعودين عليها، نفتحوا كامل الاوراق في وقت واحد. لاحظوا راح نحط الحله تاعي في الجزء السفلي فقط، وراح نفتح فقط للاسفل. لاحظوا هكذا. من بعد هذا الجزء اللي فتحناه نعاود نزيد نعرض فيه شويه، يعني احنا طيله والعرض هكذا، ونزيد ايضا نمدلو العرض. راح ننزعف الاول هذه القطعه منا. يعني لاحظوا السمك تاع العجين تاعكم كيفاش يكون، يعني ما يكونش رقيق بزاف وايضا ما يكونش خشين. وراح نحكم الحشو تاعنا اللي نكونوا عملناه حربوش، وراح نبدا ندور في العجين هكذا. راح نستعملوا يعني دوره ونصف فقط ونقسم. هاود نجبد عندنا، نعاود نرقق فقط هذه المنطقة شوية. نعمل لها قليل فقط من بياض البيض ونعاود ندورها هكذا هكذا. نعاود نجبدو عندنا، لاحظوا، ونقوم بهذه الحركة مرة ولا اثنين فقط هكذا. وراح نحط الحربوش تاعنا مباشرة في الصينية. نزيد ايضا بنفس الطريقه نحط الحلال ونفتح العجين فقط للاسفل. نزيد نعطي العرض للعجين شويه فقط، نحط الحشو تاعنا هكذا
نعاود ندور ايضا عليه العجين، نعاود ندور العجين، نعاود فقط نرقق هذه المنطقة شوية قليل من بياض البيض، ونعاود نلصقوه فقط. لاحظوا كي نلصقوه هكذا نجبدوه لعندنا شوية، لاحظوا، ونعاود نضغط، وراح يتمسكوا الأوراق. يعني كي تشوفهم هكذا مفتوحين ما تخافوش منهم، لأنهم راح يكونوا في الأسفل ما يعاودوش ينفتحوا. نعاود بنفس الطريقة نحطوا مباشرة في الصينية. هنا بعد ما نكونوا حضرنا كامل الكمية، لازم تتأكدوا فقط أنهم هذو الفتحات يكونوا في الأسفل، وراح نبدأ نقسم فيها الآن. بسم الله، ماشي لازم تقسموها كامل، يعني نقسمها غير في الجهة العلوية راح يكون كافي هكذا. نعاود فقط ندور، يعني باه نخلي التوراق يكون باين، ونفتح هذو المناطق هنا شوية هكذا. الآن بالنسبة للطريقة تاع التزيين، إذا حبيتوا تستعملوا الرشقة تاع اللوز، يعني تستعملوها الآن مباشرة، يعني نحط اللوز تاعنا في بياض البيض ونرشق البقلاوة من الفوق هكذا. كما راكم تلاحظوا جزء راني عملت له اللوز، والجزء الباقي راح نخليه هكذا، يعني راح نستعمل شوية تاع بيستاش من الفوق باش نشوفوا الفرق في الديكور بين اللوز والبيستاش. الآن راح نخليه جانبا حتى ينشف اللوز، من بعد نستعمل كمية تاع السمن أيضا من الفوق. راح نبدأ الآن نضيف في السمن. لازم السمن تاعكم يكون بارد، ما يكونش سخون، وحاولوا انكم تديروا كميه في الشقوق ايضا. الان راح ندخلها الفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه، راح تديكم الوقت في الفرن ما بين 45 الى 50 دقيقه. هنا البقلاوة تاعنا بعد نخرجها من الفرن وهي سخونة، نبدأ نقسم فيها مباشرة. بسم الله، وراح نرميها مباشرة في الحسيلة، وراح نعسلها مباشرة في الحسيلة اللي تكون باردة. بالنسبة لهذه الحسيلة كنا حضرناها في وصفة سابقة، راح نخليكم إن شاء الله الرابط في صندوق الوصف، وراح يظهر لكم في الدائرة البيضاء على الفيديو. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي رايحين تتحصلوا عليها. يعني البقلاوة تاعكم راح تكون كامل مورقة وتكون خفيفة، وأيضا تكون معسلة لداخل، وكما راكم تلاحظوا يعني رشقة خفيف فقط من اللوز ولا القليل من البيستاش راح يغير لها كامل النظرة. وصدقوني يعني كي تخدموها بالكاوكاو وتستعملوا معها عطر اللوز المر راح تكون بنينة بزاف. نتمنى منكم فقط انكم تجربوا هذه الوصفة بنفس الطريقة اللي جربناها نهار اليوم. بقت آخر مرحلة فقط، راح نقسم وحدة إن شاء الله ونشوفوا القوام كيفاه يكون. شوفوا البقلاوة تاعنا كيفاش تكون عن قرب وتكون كامل مرقة. بسم الله ما شاء الله، يعني حتكون فيها قرمشة مع طراوة تاع الحشو. بسم الله، هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.